لحظة أيتها الغريبة. كان ماء الشمس محظوظا بتواجدك. إلى أبا لا تزال أسرتي حية وأنت لا تفعل شيئا. لقد فقدنا دستة دوريات بعد الوادي. أوامرنا واضحة، لا مزيد. لقد حذرنا الأشرار. أنت تتحدث عن الأوامر، أنا أتحدث عن الحيوان. تلك فائدة الأوامر. فلن يبقى شيء للأوزر. سيكون هذا سريعا. Thank you.
إيلوي، لقد اقتربت جداً الآن. كنت أتساءل متى ستتحدث. ثمة جدار صخري أمامك، انظري وستجدين مقابض تقودك لأعلى. حقاً؟ ومن وضعها هنا؟ صحيح، ولما أتوقع إجابة؟ الأمر مثير حين يختلفه الأمور. نعطل شبكة مصاليت الخصوص، ولكن كيف سنفعل هذا؟ محلاً، لن نفعل، أنا أقوم بالأمور الخطرة. أما أنت قلت توجد مقابض حيث قلت بمكانها، هل وصلك هذا؟ لا، إنه اسم مناسب لك. ماذا الآن؟ ستنتظرين، اجلسي بجانب نيران المخيم واستريحي، وحين يحل الليل سنتحدث. على الأقل سيكون لدي نار بصحبتي. لطف منك أن تأتي إلى هنا. هدفنا الليلة هو تعطيل شبكة المصاليط. أجل، أخبرني بما لا أعرف. كيف؟ بداية عليك اختراق قاعدة الكسوف الرئيسية. لحظة، ماذا؟ هذا صحيح، لحظك أحضرتك إلى طريق خلف القاعدة من خلال هذا السطع. سترين مرادك بوصولك القاعدة. طويل العنق عدل بشكل فج، تسلقيه. في أعلى اسطواناته سوف تجدين وحدة من نوع ما، دمريها وستتعطل شبكة المصاليط. كنت جزءا من الكسوف. لم أكن جزءا من أي شيء قط، أخدم أهدافي الخاصة دائماً. لكن ثمة مرة ساعدت الكسوف قبل شعوري بالتهديد الذي أصبحه. كان خطأً، أفعل ما بوسعي لتصحيحه. ما المساعدة التي قدمتها لهم؟ اسلكي طريق الصدع، لديك أمور أهم من طرح الأسئلة. فلنرى ماذا يوجد بعد هذا. روبوتات مخترقة تتجول كالحراس. إنها كجنود مخزنة لحرب وشيكة، عليك تخطيهم. أهذا الطريق السهل؟ لقد قلت إنه الطريق الخلفي، لم أقل إنه سهل. جيد.
انفجارات قريبة. لا تلقي بالا لهذا، هذا لا يهمك. أترى هذا؟ أرى أقدام طويل العنق بالأسفل، لكنه مختف. اللعنة، نقل جهاز الإرسال. تفقد يسار الوادي حيث قد يتواجد. المعرفة التي لديك هائلة، نحو الانفجارات، عظيم. لديك محاولة واحدة يا إيلوي، فكفي عن السخرية وأنجحيها. أترين الجسر فوق الوادي؟ أجل. تذكري مكانه، ثمة نقطة هبوط ستكون مخرجك. وجنود الكسوف؟ تجنبيهم أو اقتليهم، الانفجار سيغطي ما تفعلين. جدي طويل العنق ودمري الوحدة أعلاه. بدأنا. الروبوتات لا شفقة، دمار فحسب. قد مضت الأسابيع على آخر ظهور لهيلس هنا. ماذا ذاك المأوى؟ أكبر من البقية. جدي طويل العنق يا إيلوي، لا وقت لدينا. إن وفرت الوقت سيتواجد. نحن نرف في حراسة من يرينا. يتم اصطيادنا.
إنها عملية تنقيب. إن أسرعت لن تؤثر عليك. جيد في الأرض. هذا يكفي. علي إيجاد طويل العمر. أجل. والآن هيا تابعي طريقك. أليس الأسهل جر طويل العنق في هذا الاتجاه؟ لما التعب؟ فقط جديه وتسلقي قمته. دمري الوحدة ثم اخرجي بأقصى سرعة. الانفجارات هنا كثيرة، يبدون مشغولين. مشغولين كفاية عن ملاحظتك. أراه، لقد شيدوا بناء ما حوله. تسلقيه، كلما أسرعنا كان أفضل. لا يعجبني هذا، أشعر بشيء خاطئ. كل شيء هنا خاطئ، فقط صلي للوحدة ودمرها. غلاف الوحدة الآن. إيلوي، نفذي كلامي وإلا ضاع كل شيء. Yeah.
نصابا لكنك نجوتي. عرفت أن حادث هناك وأرسلتني نحوه؟ لن أنكر أني خطرت بحياتك، كانت الطريقة الوحيدة. الآن بتعطل شبكة المصاليد سنحصل على ما نريد، دخول لأسرار البزوغ. لن أأتمنك على أسرار. جيد، لقد ازددت حكمة. الثقة هي للحمقى، تتبدل وتنهار كالرمل، وهي أساس ضعيف لأي شراكة. لكن المصلحة المشتركة هذا حجر أساس صلب يمكن كلانا تشييد نوع جديد من الفهم. نحتاج لإجابات يا إيلوي، وبفضلك نوشك على الحصول عليها. في سانفول سنتحدث. أيها البائس، عليه اللعنة. لو أمكنني رمي المصلات والتخلص منك يا سايلنس لفعلت، لكن كلانا يعلم أني أحتاج إليه. سانفول إذن، والبزوغ